كتير كتير. طبعا بنلعب دشانات ولا بيت كل شيء بنلعب. اول يوم ايه؟ ها؟ يوم اول يوم. مبسوطين كتير. والله عم نلعب دشانات فرحانين كتير. لانه يوم اول نهار لي. أجواء الحمد لله الساعة بخير الحمد لله، بس مو مثل ذاك العيد. هذاك العيد اللهم صل على النبي زحمة، بس هالطيران ما خلى حدا، طفش العالم كله، صواريخ وبراميل كل شيء. الأطفال لبست ثياب جديدة ونزلوا على العيد وحتى على الجدحانات وعلى القلابات ومبسوطين، يعني رغم الحصار اللي احنا فيه الحمد لله رب العالمين، عيدنا وانبسطنا وما لنا سائلين عليهم وحصارهم الحمد لله رب العالمين. حتى رغم القصف الشديد ورغم الطيران وحتى يعني ما خلصنا من روسيا وطيران الأسد، اجانا طيران التحالف اللي عم بيقصف المدنية وغيره وغيره. والله الحمد لله رب العالمين، معيدين والحمد لله رب العالمين، مبسوطين وماشي الحال الحمد لله. يعني رغم ان حلب محاصرة شلون شايف؟ والله الحمد لله رب العالمين، بدها حمد وشكر، ولا بد لا يفك الحصار. يعني بدنا نضل محاصرين؟ لا ما راح نضل محاصرين، بده ينفك الحصار عننا، يعني لا بد ولا غني عنه.